عرف أهالي الكورة نهر بزيزة، حيث كانوا يلتفون حوله يسردون لبعضهم البعض حكاياتهم في البساتين الغارقة في السحر. فعلى الجهة اليمنى من النهر تقوم كنيسة وادعة على اسم السيدة العذراء بلقب سيدة النهر، والكنيسة صغيرة الحجم ذات باب واحد وصحن واحد، وهي قبو عقد سريري ملياس ذات حنية شرقية واحدة، وقد أقيم فيها إيكونوستاس حجري ملياس يخرقه بابان. وراء الباب الملكي يختفي المذبح وعليه صورة للعذراء شفيعة الكنيسة، كما وضعت صورة للعذراء عن يسار الباب الملكي الأساسي. كنيسة سيدة النهر بزيزة تبعث في القلب الرهبة والخشوع بسبب موقعها الهادئ، حيث لا يسمع فيه سوى خرير المياه وأصوات العصافير، فيرتاح زائرها على كتف مريم العذراء ملكة الحنان وملكة الكون.